أنت الآن بذلت مجهود لا يذق صدرك، ذاكرت وما توفق لا يذق صدرك، درست الجدوى واستعنت بالله وفشلت لا يذق صدرك، كنت مستعد ودخلت مسابقة في الإلقاء وخدت العاشر من أصل 5 لا يذق صدرك، لا يذق صدرك. مو بلازم دائم تفوز. أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة لا تسبق العظباء، وكانت لا تسبق، يقول لاحظ فكرة وشو، ناجحة دائما، فسابقها أعرابي على قعود له فسبقها، انهزمت فشق ذلك على المسلمين، طق صدورهم، فشل. كيف نتعامل مع الفشل؟ فيجي النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء عبث، ما في شيء عبث، يجي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كان حقا على الله ما رفع شيء في الدنيا إلا وضعه. تعايش أنت مع هذه القاعدة،